هاي. درج مارن أولى المعروف بدرج الفن هو معلم أثري موجود بين الأشرفية والجميزة، وهو اليوم ملتقى ثقافي ومتنفس حضاري لكل اللبنانيين، وبيشهد فعاليات ومهرجانات ثقافية وفنية. يعتبر الدرج شاهد على حقبات تاريخية مهمة. بأيام حكم السلطنة العثمانية كان عبارة عن معبر ترابي مليان بالأشجار والأعشاب البرية بيتخبى فيه الملاحقين من الأتراك، وبأواخر هالحكم تحول لمعبر مرصوف بحجار، وصار آدمية بيستفيد منها المرة لأنها بتوصل حير سراسقة بحير الرمال، وبالتالي ربط الدرج بين أرستقراطيي المدينة بأحيائها الشعبية. وبزمن الانتداب الفرنسي بقى الدرج ملجأ للملاحقين من سلطة الانتداب، وقامت السلطات الفرنسية برصفه بالحجر البحري على شكل رسوم ترمز لحيوانات بحرية. مين قال إنه بعد الاستقلال تحول المكان لدرج حديث مؤلف من 200 ودرجتين وبيفصل بين 23 وصلة على طول 150 متر؟ أنا قال بشوفكم بكرة.